course. الفصل الخامس بالكتاب يهتم بالـ Energy Analysis بالـ Open Systems. فلهذا اشتقنا الـ Mass Flow Rate Kilogram Per Second والـ Volumetric Flow Rate اللي هو متر مكعب Per Second، واستعملناه سنتهم بالـ Analysis مال الـ Energy بالـ Open Systems. وبعدين توصلنا إلى قانون اللي هو conservation of mass، قلنا مجموع الكتل الداخلة إلى المنظومة خلال فترة زمنية معينة ناقصا مجموع الكتل اللي غادر هذا المنظومة خلال نفس الزمن فترة زمنية راح يساوي التغير اللي دا يصير داخل هذا المنظومة في نفس الفترة الزمنية اللي هو نفسه conservation of energy أو first law of thermodynamics. لكن مثل ما قلت لكم اكو كثير من الاكوبمنت اللي تشتغله بالهندسه الميكانيكيه يشتغلون ستدي ستيت فلو، مثل عندنا توربين والكمبريسر، الهيت اكسشينجر، البايبس، الثروتل بايبس اللي راح ناخذها بعد شويه، هذا كله يشتغلون اندر انرجي اناليسيس اوف ستدي فلو سيستم. واذا تذكرون اشتقينا ايه هذا المعادله، هذا المعادلة هنا اللي يقول energy balance لشنو؟ لستدي فلو بروسيس. ستدي فلو بروسيس بمعنى انه ما عندي اي شيء يتغير ويا الزمن. فهذا القاعدة او هذا القانون الاساسي اللي هو تقريبا القانون الاساسي الموجود عندي في الفصل الخامس، ايه هذا يشتغل لجميع انواع المنظومات سواء كان عندي closed system or open system، لكن بشرط يكون steady flow process، لازم يكون steady flow process حتى هذا الجزء يصفر بالمعادلة ونقدر نشتقها ونوصل إلى هذا الجزء. هذا general solution، الشرط الوحيد steady flow process، ال in يساوي ال out، طبعا total energy in يساوي total energy out. مثل ما نعرف ال energy total energy متكون من الحرارة والشغل والطاقة اللي يحملها الفلويد. الطاقة اللي يحملها الفلويد يتقسم إلى ثلاثة أقسام: الإنثالبية مالته اللي هو الانترنال انرجي زائدا الضغط والحجم الموجود ويا هذا المائع زائدا السرعة مالته زائدا الارتفاع أو الارتفاع عن مستوى سطح البحر أو عن مستوى معين من عنده. نفس هذا الكلام ينعاد بالنسبة للأوتبوت. الشيء الثاني الجنرال بهذا الايكويشن انه عندي مجموع الان ومجموع الاوت، يعني مثلا هسه ما راح نشوف بعدين بناخذ الانرجي بالانس لميكستشر لبايبس او سيستمز يصير بميكستشر ينخلط به المي الحار ويا البارد، الفلويد الحار ويا البارد، راح نستفاد من هذا المجموع السيجما ان والسيجما اوت. فهذا يطبق لكل خط داخل الى السيستم، كل خط داخل الى السيستم، وهذا ايضا يطبق لكل خط يخرج من السيستم، الانثالبي مالته، السرعه مالته، والارتفاع مالته. وطبعا كيو ان والدبليو، الكيو والدبليو هذا علاقه بالسيستم نفسه وليس الان والاوت. فلهذا عندنا حراره اما يدخل المنظومه او يخرج من المنظومه، او عندنا شغل اما يدخل او يخرج او الاثنين موجودين، فما لهم علاقه بالان والاوت. هذا بالنسبة إلى الانرجي بالانس بالستدي فلو سيستم. طبعا يدخل ويا الانرجي بالانس يدخل ويا الماس أيضا، ماس بالانس أيضا يدخل ويا هنا عند سيجما اوت ام دوت اوت وسيجما ام دوت ان. زين، جينا قسمنا المنظومات حسب التقاسيم حسب الشغل مالته. اخذنا النوزل اند ديفيوزرز، اخذنا التوربينز اند كومبريسرز، وهسه راح ناخذ ثروتل فالفز، ويبقى لنا الميكسينج تشامبر، الهيت اكسشينجر، والبايب اند دكت فلو. هذا كلهم 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 ما يحتاج تحفظون القوانين الخاص بها بقدر ما تعرفون شنو شغلهم، فقط طبق عليه هذا القاعدة، هذا القانون الأساسي، راح كل يشتغلون
تحت ذاك مسمى ذاك القانون. فمثلا اذا جينا اخذنا النوزل ديفيوزرز، قلنا النوزل والديفيوزرز هو الاداه اللي يزيدون السرعه على حساب البريشر. زين، يعني اي شيء احتاج اغير من سرعته على حساب البريشر مالته استعمل النوزل او استعمل الديفيوزر. زين، القاعده مالته انه الانرجي يساوي ريجي اوت. ما عندي، اذا ما عندي حراره ما عندي وورك، والبوتنشال انرجي يساوي عندي صفر، فقط اتعامل ويا الانثالبيه الداخله والانثالبيه الخارجه والفلوس الداخل والفلوستي الخارج. زين، لكن احنا شفنا اسئله انه الكيو دوت ايضا يفوت بها للبروبلم، فالاحسن ارجع دائما الى هذا القانون الاصلي. هذا القانون الاصلي راح يحل لي المشكله كلها. فبالنوزل ديفيوزر القاعده تقول انه السرعه بالنوزل، السرعه الخارجه اكبر بكثير من السرعه الداخله فاهمل السرعه الداخله. بالديفيوزر يصير عندي بالعكس، السرعه الخارجه اصغر بهوايه من السرعه الداخله فاهمل السرعه الخارجه نسبه للسرعه الداخله. زين، ولكن كلهم يعتمدون على المنطق. السؤال شيء منطق من المعلومات تستعملها بال الانرجي ايكويشن فور ستدي فلو بروسيس. بالنسبه للتوربين والكمبرسر يشتغلون ايضا شغل الديفيوزر والنوزل، لكن هنا يحتاجون طاقه بها. النوزل والديفيوزر ينزلون الضغط ويزيدون السرعه الى حد معين، لكن اذا انت تريد يكون الفرق بين الان والاوت اكبر عندئذ تستعمل التوربين او تستعمل كومبرسر. بهاي الحاله التوربين الحلو بها انه صح راح الاوت يفرق عن الان، لكن يعطيني شغل، يعطيني باور، يعطيني طاقه كهربائيه اوتبوت اقدر استعملها واستفاد من عنده. الكمبرسر على الرغم من انه يحتاج طاقه عاليه، لكن الحلو بها انه اقدر احصل على ضغط جدا عالي للخارج نسبه للداخل، واقدر استعمل هذا الضغط مثلا بالصناعة. أحتاج هواء مضغوط، أحتاج هيدروجين مضغوط، مثلا بالسيارات الحديثة اللي يشتغلون بالهيدروجين كله يشتغل عندي عن تحت مسمى الكمبريسر. طبعا بالنسبة للكمبريسر يطلع عندي شيء اسمه فان وشيء اسمه بامب. الفان والبامب هما حالة خاصة من الكمبريسر، اللي يشتغلون تحت ضغوطات أقل بهواية من الكمبريسر. الفان فقط شغله انه يزيدك السرعه الخارجه بنسبه معينه بحيث يصير عندك سيركوليشن. عاده الفان يستعمل ويا الغازات، والبامبس نفس شغل الفان يشتغل ويا الفلويدز، فقط يزيد عندك الضغط لحد معين بس ما راح يكبس عندك الماعق ذاك القيمه اللي يقدر يكبسها الكومبريسر. هذا بالنسبة للتوربين والكمبريسر. طبعا بحالة التوربين والكمبريسر عندي حرارة خارجة وعندي طاقة خارجة، فالأحسن دائما أرجع للقانون الأصلي وأطبق على المعطيات الموجودة عندي بالسؤال. زين، هذا نوزل ديفيوزرز توربين أند كومبريسر. نجي إلى النوع الثالث أو الحالة الثالثة اللي استعمل بها ستدي ستيت فلو، اللي هو الثروتلينج فالفز. الثروتلينج فالفز اللي بيشتغل بال اير كونديشنينج، او بيشتغل مثلا تبريد تكييف ثلاجات سيارات. الثروتلينج فالف يسموها الفالف الخانق، اللي مثلا اذا ترجع تباوع للثلاجه مالتكم اكو فتبوري صغير اللي ورا صار شوية طويل، هذه يسموها ثراتل فالف. الثراتل فالف هي ديفايس مثل من تسميته any kind of low resisting يعني مقاومة that causes significant pressure drop in the fluid. بمعنى انه هي نوع من انواع الفالف، هي نوع من انواع الاجهزة اللي يسبب فقدان كبير بالبريشر، يعني البريشر تو اصغر بهواي من البريشر الاول. امثله حيه عليه عندنا مثل ما قلت لكم الكابيلري تيوب الموجود عندي بالثلاجات، بالتبريد مال السياره، بالاير كونديشن، اي شيء
تبريد راح تقدر تشوف بيه الكابلري تيوب، ولو هسه صاير نوع حديث من عنده اللي يصير عندي اوتوماتيك، يعني يصير عندي بيه شو اسمه بمعطور كهربائي ويسيطر عليه بشكل اوضح، لكن قبل كان يستعملوا الكابلري تيوب. ومثال بعد اكثر حي عليه هو البوري مال مي مالتنا، البوري بيه ضغط جدا عالي، لكن انت تفتح البوري على كيفك بحيث تقلل الضغط وتستعمل الفلو اللي يطلع من عنده، هذا هو الادجستبل التيبيكال ادجستبل فالف يسموها. البروسيس بلاك هذا نوع من الانواع اللي بيه نوع من المشبك اللي يعيق حركة الماعة بحيث يخلي يبطئ سرعتها وبالتالي يقل ضغطه الخارج. كل انواع هذولا الثروتلينج فالف مهمتهم الاساسية هي كوز سيجنيفيكانت بريشر دروب، كوز سيجنيفيكانت بريشر دروب. اذا نجي للثرمودينامكس، من ناحية الثرمودينامكس التوربين ايضا يسوي عندي significant pressure drop. مثلا عندي هنا هذا كومبريسر مو 600، نعم هذا كومبريسر، لكن اذا تشوف المثال اللي حليناه ده يجي مثلا 1 ميجا باسكال ويطلع عندي 150 كيلو باسكال البريشر، زين. لكن الفرق بين التوربين وثروتلينج فالف، التوربين يولد عندي طاقة لكن الثروتلينج فالف راح يفقد هذا الطاقة عن طريق الاحتكاك او الحرارة، زين. The pressure drop in the fluid is often accompanied by large drop in temperature. طبعا الثروتلينج فالف هو يستعملوه بالتبريد التكييف لانه على الرغم من انه يقلل الضغط لكن ده يفقد ايضا نسبه كبيره من الحراره بها. اذا راح نشوفها بعدين بال ريفرجريشن سايكل شلون راح يشتغل عندي ثروتلينج فالف، ايش راح يسوي عندي بالمنظومه الثروتلينج فالف. فالثروتلينج فالف عاده من يقلل الضغط ايضا راح يصير عندي لارج دروب ان تمبرتشر، يعني فقدان كبير بدرجات الحراره ايضا. And for that reason, throttling valves are commonly used in refrigeration and air conditioning applications. يعني بسبب انه بده يفقد عندي حراره كثيره بنستعملها هوايه بالريفرجريشن سايكل، لانه احنا نريد الفلو اللي يطلع من الكوندنسر يفقد حراره هوايه من عنده حتى نقدر نضبطها مره اخرى ونستعملها بالهيت بامب. اذا تجي للثروتلينج فالف بالكتاب مالتكم صفحة 233 اللي هو الكتاب المنهجي مالتكم شارح الثروتلينج فالف بشكل طريقة كلش حلوة. يقول ثروتلينج فالف are usually small devices and the flow through them may be assumed adiabatic. يعني الفلو اللي دي يدخل او البروسيس اللي دي يصير بيه pressure drop خلال هذا المنظومة هنا راح يصير adiabatic، لكن الأدياباتيك مو لأنه هي حالة خاصة لهذا المنظومة، لا، لأنه says there is neither sufficient time nor large enough area for any efficient heat transfer to take place. لأنه الفالف مالتي هذا الفالف إذا قارنته ويا السيستم النهائي للمنظومة، مثلا إذا تجي تقارنه ويا منظومة التبريد التكييف، هذا الجزء الكابلتي جزء صغير من عنده، أو هذا الفالف هي جزء صغير من عنده، فالمساحة السطحية مالته راح يكون كلش قليلة بحيث كمية الطاقة الحرارية اللي يفقدها كحمل حراري قليل، فأقدر أعتبره أدياباتيك. أو الانخفاض اللي يصير بالضغط أو الانخفاض اللي يصير بالحرارة جدا تكون بجدا بزمن كلش قليل بحيث الحرارة ما أقدر أحسبها خلال هذا الفترة الزمنية فأعتبرها أدياباتيك. فهي ليس لانه البروسيس ادياباتيك، لا، لانه الديفايس نفسه اللي دا يطلع من عنده يعني شكل الديفايس او الكاركترستكس مال الديفايس يخلي كميه الطاقه المنقوله او الخاسره نتيجه الحراره كل شيء يكون قليل، فانا اعتبره ادياباتيك. لكن هذا الكلام ما راح يكون صح بالكابلري تيوب. الكابلري تيوب الحديثه بيهم راح يكون كلش طويل، زين، مسافته كلش طويله تكون، يعني قد يكون 6 7 امتار. فهناك الحراره اللي يفوت بالمنظومه بالكابلري تيوب راح يدخل نظر الاعتبار. فلهذا من اجي اقول الانرجي بالانس H1 يساوي H2 ها
هذا الاسبشن، هذا الاسبشن يكون ضيق، ما راح يطبق او يكون مو كلش واقعي، لانه القانون الاساسي هو هذا. القانون الاساسي هو هذا، هذا هو الستدي فلو انرجي بالانس. اذا قلنا ادياباتك كيو ان يساوي كيو اوت يساوي عندي صفر، طبعا بالثروتلينج فالف مو مثل التورباين، مثل ما قلت لكم التورباين راح يصير بيه شغل، الثروتلينج فالف ما بيه اي انواع من الشغل لا الداخل ولا الخارج، يسموها باسيف ديفايسز، ما راح يعطيك شغل ولا يحتاج شغل، لانه السرعه الداخله والخارجه ما ذات اهميه والارتفاع ايضا ما ذات اهميه، فراح يصير عندي فقط سيجما دو ام دوت اتش يساوي سيجما ام دوت اتش اوت، فقط هذا الجزء يصير بالكابلري تيوب. وبما انه الكابلري تيوب هي سنجل انبوت سنجل اوت سيستم، بها مدخل واحد ومخرج واحد، فراح يصير عندي اتش 1 يساوي اتش 2 تقريبا، اتش 1 يساوي اتش 2. هذا ريليشن شيب اتش 1 يساوي اتش 2 يسموها ايزوثربليك بروسيس، بما انه الايزوثروبيك بها راح يصير بها كونستانت، وايزوبار اخذنا يعني الضغط يصير بها ثابت، الايزوثيرمال يكون بي البريشر ثابت، هنا يسموه ايزوثالبيك بروسيس، بمعنى انه عندي الانثالبيه بها يظل عندي كونستانت. هذا مثل ما تشوف دي يقول تقريبا H1 يساوي H2، لأنه قد يكون عندي فقدان بالحرارة أخذها بنظر الاعتبار، يعني نرجع إلى القانون الأساسي. لكن بالكتاب هذا كتاب له علاقة بالرفرجريشن سايكل أو بالمنظومات إلى السايكل مال التبريد، الجزء اللي يشتغل به الكابلري تيوب أو اللي يدل ال H1 يساوي H2 هو أصلا هو مفتاح الحل، تعتبر واحدة من مفاتيح الحل حتى تقدر تعرف تتكهن المنظومة مالتك، لكن هي بالاساس ما تقدر تقول الاولى يساوي تقريبا الطابية الثانية، تقول تقريبا يساوي هذا البروسيس ايزو انثالبيك، لانه ايش قد ما تحاول وياه ما تقدر تهمل الحرارية الناتجة نتيجة انخفاض كبير في درجات الحرارة. زين بالبيج 233 يقول also there is no work done، قلنا ال W in W out صفر and the chain very small، لأنه الكابلر تيوب يعني حتى لو 6 أمتار يكون طوله يجي من البوتيشنال مو ذاك العالي، فعادة ما يعتبر. بالنسبة للإنرجي يقول even though the exit velocity is often considerable higher than the inlet، يعني الاوت يكون أقل أو هو أكثر من الإنلت، in many cases the increase in kinetic energy is insignificant، لانه اللي يصير عندي بال H1 وال H2 اكثر بهواي من اللي يصير عندي بالكينيتيك انرجي، فايضا يهملون الكينيتيك انرجي. فتحت هذه الفرضيات انه ال Q يساوي صفر يعني ادياباتيك ما عندي شغل، اي نوع من انواع الشغل ما راح يصير عندي بثلاثيك فالف، هذا كلام صح، البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي مهمله، عندئذ اقدر اقول H1 يساوي H2. زين H1 يساوي H2. زين إذا نجي لل H1 يساوي عندي H2، إذا نرجع لل H، تعريف ال H يساوي عندي ال internal energy زائدا ال flow energy أو ال flow work. ال internal energy وال flow work هنا راح يتوازنون هذول الاثنين بالشكل الآتي: U1 يساوي زائد P1 V1 يساوي U2 زائد P2 V2. فالانخفاض اللي يصير عندي بالضغط يقابل ارتفاع بالإنترنال إنرجي، حتى يكون الجزء الأيسر يساوي الجزء الأيمن لازم مقدار اللي يرتفع بالجزء الأيسر يقابل الانخفاض اللي يصير عندي بالجزء الأيمن. زين حتى يكون H1 يساوي عندي تقريبا H2، وإلا إذا كان الارتفاع بكل الطرفين فالمعادله ما راح تكون متساويه، يعني ككونستانت ما راح يكون متساوي. فاذا اذا تقرا ايضا بصفحه 243 ثروتلينج فالف يقول thus the final outcome of a throttling process، يعني الناتج النهائي اللي يطلع من الثروتلينج بروسيس او ثروتلينج فالف
depends on which of the two quantities increase during the process. Two quantities increase يعني الانترنال انرجي والفلويد انرجي. يعتمدون هذول الاثنين شلون يتغيرون. فيقول if the flow energy increases يعني P1 يعني P في ال V increases during the process بمعنى مثلا عندي ال P2 V2 أكبر بهواي من ال P1 V1 it can do so the, at the expense راح يكون هذا على حساب of the internal energy راح يكون عندي إخفاض بال internal energy يعني يقول إذا كان الفلويد الحرارة الطاقة اللي يطلع به الفلويد ورا ما يدخل إلى throttling valve أكبر من الطاقة اللي يحصله قبل ما يدخل إلى throttling valve هذا يكون على حساب الانخفاض اللي يصير بالinternal energy والعكس صحيح إذا كان عندي ارتفاع بالinternal energy بالخارج throttling valve هذا يقابله انخفاض بالpotential أو بالenergy مال الفلو فواحد يوازن الثاني واحد يوازن الثاني هذا الكلام بالأخير شيء يقول as a result internal energy decreases which is usually accompanied by drop in temperature يعني إذا كان عندي الطاقة الفلويد يزيد فالطاقة الداخلية راح يقل يعني اليو راح يقل واليو شلون راح تشوفه يقل راح تشوفه يقل عن طريق التقليل بالحرارة اللي هو هنا يقول The pressure drop in the fluid is often accompanied by a large drop in temperature. يعني انخفاض يصير بالضغط يقابل الانخفاض بالحرارة يعني تغير بالinternal energy. لكن هذا الكلام بنستعمل ال ideal gas. In the case of the ideal gas اللي يصير الانثالبية الانثالبية يعني ال H فقط يكون له علاقة بالحرارة كفانكشن الحرارة but the temperature has to remain constant during the throttling process يعني الانترنال انرجي لازم يكون عندي متساوية فلهذا ما راح يستعملون هواية ال ideal gas ويا throttling valves زين لأنه هي الفكرة الأساسية بها أنه يصير عندي انخفاض بالحرارة نتيجة الانخفاض بالبريشر فالايديال غاز ما راح يتقبل هذا الشيء او ما راح يشتغل بشكل جيد هنا. فهذا الكلام اللي قلت لكم عليه كله تقدر تختصره من يجي عندي throttling valve يعني الانثالبية متساوية H1 يساوي H2 الانثالبية قبل يساوي الانثالبية بعد هذا الكلام مثل ما قلت لكم جاي من هذا المعادلة الاساسية الكتاب نفسه ده يقول مرات بالكابلري تيوب عندي حرارة خارجة فعندئذ ما أقدر أقول انثالبية داخلية يساوي انثالبية خارجية أقول مجموع الطاقة الداخلية يساوي مجموع الطاقة الخارجية إذا كان عندي steady flow process أو steady throttling process زين فهذا الكلام بشكل خاص جدا انثالبية يكون متساوية لكن بشكل عام إذا خصوصا عندي سليم كابلري تيوب الحرارة أين راح يدخل نظر الاعتبار يعني نجمع كيو ان بالبداية او كيو اوت بالنهاية لازم يدخل بالمنظومة زين نجي ناخذ عليه مثال اللي هو مثال 5-8 expansion of a refrigerator 143 دائما throttling valves اللي احنا بالاساس راح ناخذها بالثرمودينامكس الى علاقة بالسوائل التبريد الى علاقة بسوائل التبريد لانه دا نستفاد في الفرق بين الضغط والحرارة بها زين فالتطبيقات الاخرى throttling valve بالنسبه مثلا فالف عادي او بوري مال مي عادي هذا تاخذوه بالفلود وبالفصل بالصف الثالث ان شاء الله راح تاخذون نوع اخر من الثروتلينج اللي هو دا يصير عندي بالغازات اللي دا يصير عندي بالاير بالصواريخ بالطائرات النفاذه بالسوبرسونيك سيستمز هناك اكو نوع اخر من الثروتلينج فالفز اللي ثرمودينامكس كانترودكشن الى دائما ناخذ الاكسبانشن فالف او ما يسمى بالثروتلينج فالف او ما يسمى بالكابيلري تيوب دائما ويا سوائل التبريد مع سوائل التبريد فيقول انت سؤال يقول عندي ريفرجريتر 143 انترز كابيلري تيوب كابيلري تيوب يعني ثروتلينج فالف او ريفرجريتر يعني ثلاجه از ساتوريتد ليكويد دا يدخل عندي الى هذا الاكسبانشن فالف از ساتوريتد ليكويد يعني سائل مشبع الحراره الضغط مالته 0.8 ميجا باسكال
and it is a throttle, يعني throttle يعني يخنق to pressure 0.1 megapascal, أخنقه بحيث أنزل الضغط مالته إلى من 0.8 ميجاباسكال إلى 0.12 ميجاباسكال. خلال هذا العملية أريد من عندك تقول لي الـ quality of the refrigerant at the final state, لأنه عندي saturated liquid فليتوقع يا إما يطلع عندي mixture أو يطلع عندي compressed liquid. زين, فهنا يقول لا راح يطلع عندك mixture, أريد الكيك, أريد الـ quality مالته, يعني أريد الـ X مالته لهذا البروسيس of the final state, يعني الخارج من عنده. And the temperature drop during this process, ايش قد راح ينخفض عندي الحرارة هنا. يعني حرارة ثانية ناقصة حرارة أولى, ايش قد راح ينخفض أو ما يصاحب انخفاض بالضغط هنا, ايش قد راح يصاحبه انخفاض حرارة أيضا. نجي إلى الـ assumptions. السؤال, على الرغم أنه عندي كابلر تيوب لكن ما حاسي أي شيء عن الـ heat transfer أو الكيو نتيجة للحمل الحراري, فاعتبر المنظومة عندي adiabatic. Heat transfer from the tube is negligible, يعني Q in يساوي Q out ويساوي عندي صفر, يعني adiabatic process. ما حاجة أي شيء عن الكيناتيك انرجي, فأفرض الكيناتيك انرجي صفر وبوتنشال انرجي أصلا ما راح أخذها بنظر الاعتبار بالكابلري تيوب. الأناليسيز هنا, الكابلري تيوب is a simple flow resisting device that is commonly used in refrigeration applications to cause a large pressure drop. هذا حكينا عليه in the refrigerator. Flow through the capillary tube is a throttling process. كلمة throttling process يعني الانثالبية خلال هذا البروسيس يظل constant. Throttling process يعني isoenthalpic system, يعني الانثالبية يظل بها constant. هذا هو مفتاح الحل بهذا السؤال. هذا مفتاح الحل بهذا السؤال, انه هي throttling process. الانثالبية الأولى راح ساوي عندي انثالبية ثانية, وعلى طريق هذا الاسبشن أقدر أحل هذا السؤال. زين, H2 يساوي عندي H1 كيلو جول بالكيلوغرام. هسا حسب هذا الكلام H2 يساوي H1, لازم أعرف ال H1 إيش قد, لازم أعرف ال H1 إيش قد. طبعا إذا نجي نوع المادة أعرفها, رفرجيتر 143A. زين, حالة المادة أعرفها هي saturated liquid, هو قايل لي بسؤال ما يحتاج أتأكد من عنده. أحتاج ما دام أعرف نوع المادة وأعرف حالة المادة, أحتاج property واحد حتى أستخرج بقية properties, وفعلا منطيني property اللي هو 0.8 ميجا باسكال. فأقول property 8 ميجا باسكال وأنا أعرف saturated liquid, أروح من جدول A12 الجداول, أستخرج الانثالبية واستخرج الحرارة ايضا, استخرج الانثالبية واستخرج الحرارة. ليش احتاج الحرارة؟ لانه بالسؤال هو دا يريد ايش قد الحرارة اللي دروب راح يصير ديك بروسس, يعني ايش قد راح يكون الفرق بدرجات الحرارة بين الاول والثاني, فاحتاج اعرف الحرارة ايضا. الانثالبية راح يصير عندي H1, طبعا مادة ما دام هي saturated liquid راح اخذ ال HF وليس HG, يعني اخذ ال H من يكون بالحالة الفلويد, راح يصير عندي بحالة الفلويد. هسه عرفت المادة, هذا عرفت الانثالبية مالته, عرفت درجة الحرارة مالته, احتاج اعرف الانثالبية مالته بالاوتبوت. زين, لكن بالاوتبوت الاكس مجهول عندي هنا, فالحالة المادة اعرفها وكذلك اعرف درجة الحرارة مالته مال المادة. فمن اجي اقول الحرارة الحجم الضغط معلوم وحالة المادة معلومة, لكن الانثالبية ما اقدر اجده, الانثالبية ما اقدر اجده لانه عندي quantity H. هسه لو قايل لي يطلع المنظومة يطلع عندي الريفرجريتر saturated vapor, ما يحتاج اعرف ايش اسمه لانه راح من الجدول مباشرة تحت الضغط راح اطلع الانثالبية مالته. اقول الانثالبية يساوي HG واقول هذا هو الانثالبية مالته, لكن هنا يريد الكوانتي, كواليتي يريد الاكس. اعرف الضغط, من الضغط تحت نفس التيبل اي 12 راح استخرج الHF والHG, الHF والHG, لكن انا لا اقدر اخذ اقول الHF ولا اقدر اخذ الHG لانه هو دا يقول ميكستشر, دا يقول عندي ميكستشر,
فاضطر استعمل المعلومه مال الثروتلنج بروسيس. الثروتلنج بروسيس انه عندي ال H1 راح يساوي عندي H2، يعني ال H2 الحاله الماده من يخرج الى نفس الانثالبيه اللي يدخل بها. ومثل ما تشوف هو دا يقول اريد الكواليتي، وفعلا من الكواليتي ال 95 واقع بين ال 22 اللي هو بحاله الفلويد وبين ال 236 اللي يكون بحاله الغازيه. هذا وين؟ هذا بالضغط 0.12 ميجا باسكال. فعلا هذا ال H1 اللي يساوي عندي ال H2 دا يقع بيناتهم اثنيناتهم. هذا الثروتلنج بروسيس يعطيني الوسيله او يعطيني الحق اقدر اجد به الكواليتي فاليو اللي هو الاكس. هسه الحاله الماده يعني انثالبي مال الماده H2 معلوم واقع بين ال HF وال HG. الاكس اقدر اجده، زين الاكس اقدر اجده، اقول H2 ماينس HF على HFG. هذا اخذ شلون نجد الاكس؟ فيطلع عندي الاكس 34%، يعني 34% من هذا الماده بحاله الغازية والبقية بالحالة السائلة. شوفوا هذا السؤال ما كنت اقدر احله اذا ما استعمل التريك مال throttling process انه H1 يساوي عندي H2. يلا اقدر احل هذا السؤال. زين هسا استخرجت الكواليتي، هو دا يريد عندي التمبرتشر دروب ايش قد راح يصير عندي بالمنظومة. التمبرتشر دروب بالبداية وجدت التمبرتشر، الثانية أيضا أجد التمبرتشر لأنه عندي أيضا ساتشوريتد ميكستشر، ساتشوريتد ليكويد، ساتشوريتد ميكستشر، ساتشوريتد فيبر، كلهم لهم نفس درجة الحرارة بذلك الضغط اللي هو ساتشوريتد تمبرتشر. هسا أقول T2 minus T1 since the exist state is saturated mixture of particle, the exit temperature must be saturated temperature at this pressure which is minus 22.32 سيليزي اللي وجدته بالبريشر 0.2 ميجا باسكال. اذا بريشر دروب راح يصير عندي، عفوا تمبرتشر دروب راح يصير عندي 2T2 ماينس T1 ماينس 22 ناقص 31، فراح يصير عندي انخفاض مقداره 53 درجة سيليزية. كلش هواية هذا ناقص، يعني راح يصير عندي انخفاض بمقدار 53 درجة سيليزية. فلهذا الكابلري تيوب يستعملوه هو بالريفرجيشن سايكل. نويت ذا ذا تمبرتشر اوف ذا ريفرجيشن دروبس باي 53.63 درجة سيليزية during this throttling process. Also note that 34% of the refrigerant يعني الX يساوي 0.34 vibration during this throttling process and the energy need to vibrate this refrigerant is absorbed from the refrigerant itself. هذا الكلام كلش مهم. احنا اللي نعرفه انه اذا نريد نحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه مرورا بالحاله الميكجر الخلط بين السائل والغازي نحتاج الى حراره، نحتاج الى حراره، والحراره بها هنا يعني انرجي، احتاج انرجي. الانرجي هنا وين راح ياخذها هذا حتى يتحول من هذا الحراره الى هذا، من حاله السائل الى حاله الميكستشر؟ راح ياخذها من الريفرجريتر اف سيلف، راح ياخذها من ال 143 نفسه يعني. فلهذا اذا تروح تلزم الكابلري تيوب راح تشوفه بارد، راح تشوفه بارد بالاكثر اللي يكون خبير بالدوائر التكييف والتبريد. من تقول له عندي مشكله بالثلاجه مالتي بالتكييف مالتي، اول ما شيء راح يتاكد يشوف الكابلري تيوب شوفه بارد لو لا. اذا بارد اوكي ما في مشكله، اذا مثلج يعني صار عليه ثلج اكو مشكله، انه الريفرجريتر مالتك بيها مشكله، يا اما بنسبه كلش عاليه او بنسبه منخفضه، وعلى اكثر راح يصير بيه ليك ويصير بيه انخفاض كلش عالي بها. فلهذا الكابلري تيوب يعني على الرغم انه ماده كل يعني انبوب كلش بسيط او الثروتلنج فالف فالديفايس كلش بسيط، لكن شغله كلش يعتمد عليه السايكل اللي راح نستعمله هنا بها. اكثر شيء مثل ما قلت لكم هو الريفرجريشن سايكل، ريفرجريشن سايكل. زين هذا بالنسبه للثروتلنج فالفز.
المحاضرة الجاية ما راح ما أريد أدخل بعد أكثر بها، أريد كل محاضرة شوي شوي حتى تقدروا تقرون عليها. راح ناخذ الميكسينج تشامبر والهيت اكسنجر، اثنيناتهم تقريبا يشبه الثاني، وناخذ البايب اند داكت فلو اللي كلش بسيط هذا، ويكمل عندي الفصل الخامس. يخلص عندي الفصل الخامس.